الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في الأحاديث الشريفة تتحدث عن صلة الميت، قد البعض يقول أنه صلة الأرحام، نحن نعرفها أن صلة الأرحام بين الأحياء، كيف يمكن إنسان أن يصل الموتى؟ الموتى موتى تهو، كيف نصلهم وكيف تكون الصلة؟ وهل الموتى بحاجة إلى صلتنا؟ البعض هكذا يسأل. في الواقع إخواني الكرام، روايات عجيبة وحزينة انصافا، مؤلمة، تتحدث عن حال الموتى وهم ينظرون لأقاربهم، ينظرون لأهاليهم، ينظرون لأولادهم، ينتظرون منهم المعونة، ينتظرون منهم الصدقات. هذا الإنسان اللي كان في الحياة يجمع ويرتب ويبني الدار ويجمع فلوس ويهيئ الأمور حتى يريح نفسه ويريح عياله ويريح أولاده، لكن لما يموت الأولاد يقسمون الأموال وكل واحد يروح على حال سبيله، ما يفكر بوالده بحاجة إلى صدقة، والدته بحاجة إلى مثوبة وإلى عمل إلى ثواب، لا يفكرون في ذلك. فبعض الروايات تقول أن الموتى في قبورهم يندمون، يقول يا ليتنا إحنا أموالنا صرفناها على أنفسنا، ما احتاجينا أولادنا أن يصرفوا وأن يذكرون بالصدقات. إخواني، أحد الأخوة هواي لطيف يقول، أنا قصة حلوة هذه وعبرة انصافا، يقول أنا في واقع الحال لما أقرأ الروايات في هذا المجال أشبه الموتى بالسجناء. السجناء تعرفون، السجناء بالسجن عندهم يوم لقاء، يجون أهلهم، يجون تجي زوجته، يجي ابنه، يجي كذا، يلتقي بالسجين، يجيب له والدته زوجته كذا، طابخي له شوية أكل، كليتشة ما أدري، كيكة وشوية فاكهة، يجيبون عادة يجيبون لأولادهم بالسجن. فالسجناء لما يعني ينتظرون يوم اللقاء، يوم اللقاء بكرة إن شاء الله أهلي تجي، زوجتي تجي، والدي ما أدري إيش، فيأملون السجناء بلقاء أحبتهم. فيقول هذا الأخ، يقول السجناء من يصيحون بأسمائهم، تعال أن فلان جاي أهلك أو كذا، يستأنس، يقوم يروح يلتقي، بعدين يجيب هالمقسوم هذا حسب تعبيرنا، هاي قدرية شور، أي ماذا قدرية حسب تعبيرنا دولمة، وشوية كليتشة وشوية مدري إيش وفاكهة. فالسجين من يدخل إلى أصدقائه، يدخل الأصدقاء بالسجن مرتاح، حسب تعبيرنا عنده طاقة إيجابية جيدة، مرتاح ومستبشر، إيه ابني إجاني وبنتي شفتها وزوجتي هيك قالت، وكل واحد يبدأ يسولف، يفتح حسب تعبيرنا الأكل اللي جايبي وتأكل من هذا، وأهلي خوش تطبخ مدري إيش، فيستأنسون استئناسا كبيرا بلقاء أحبتهم، ويستأنسون استئناسا مضاعفا إذا جلبوا إليهم هذه الأطعمة والفاكهة. يقول فيها الأثناء نشوف بعض السجناء قاعدين على جنب، بعض السجناء قاعدين حسب تعبيرنا جلسة القنفصاء
وهالشكل على جنبه حزينين. قل له ها ايش فيك؟ والله ما حد ذكرني، ما حد جاني، ما حد يفكر بي. يبدأ هالشكل يقول والله أنا عجب، يعني ابني الكبير ما أجاني، صار لفترة ما يجي يلاقيني. زوجتي هاي اللي أنا تعبت وياها شو ما تذكرني. فيبدأ يتألم ويبكي. فأصدقائه على حال يلا ما يخالف كذا، ينطوا بعض الأطعمة بعض الكذا، ولكن في القلب لوعة، في القلب لوعة. هذا الأخ العزيز يقول سيدنا أنا شفت هالمشاهد هذه فتذكرت حال الموتى. موتانا أيضا كالسجناء، موتانا كالسجناء، يعني والدي وأعمامي وأقربائي هؤلاء مسجونون في قبورهم، أرواحهم على حال لا تطلق. في الروايات أن يوم الجمعة تطلق الأرواح، الروايات تقول أن يوم الجمعة أرواح الموتى تطلق، تروح تروح إلى بيوت أهلها، تروح إلى أماكن أحبتها. ماذا تريد تلك الأرواح؟ تستجدي، تستجدي يعني تطلب، تطلب الصدقة، تطلب المعونة، تطلب الخير، تطلب العمل الصالح، فتستجدي وتحوم على دور أحبتها هاي الأرواح. تدق الباب تقول أولادنا ذكرونا، أحبتنا إحنا تعبنا عليكم، إحنا صرفنا أعمارنا، إحنا دفعنا الكثير وتركنا الراحة في سبيلكم، يا جماعة اذكرونا شوي، اذكرونا بلقمة أكل، اذكرونا بطعام. فحديث أو أحاديث إنصافا مؤلمة، مؤلمة جدا. أنا راح أقرأ لكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، شوفوا شقد ألم في هذا الحديث. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أهدوا لموتاكم، أهدوا يعني انطوا هدية لموتاكم. فقلنا يا رسول الله وما هدية الأموات؟ شنو اللي احنا نهدي لهم للأموات؟ قال صلى الله عليه وآله الصدقة والدعاء. هديتكم لأمواتكم أن تتصدقوا عنهم وتدعوا لهم، الصدقة والدعاء. وقال صلى الله عليه وآله اسمعوا جيدا، فيها عبرة وفيها عبرة، يعني بكاء واحد لما يبكي هنا محل البكاء. شوفوا، وقال صلى الله عليه وآله إن أرواح المؤمنين تأتي إلى كل جمعة إلى السماء الدنيا، تنطلق الأرواح تجي إلى الدنيا بحذاء دورهم، تجي بجوار بيوتهم مساكنهم بحذاء دورهم وبيوتهم، ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين. هاي الأرواح تبكي، هاي الأرواح تصيح، شو تريد؟ يا أهلي ويا ولدي ويا أبي ويا أمي وأقربائي، أعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا، يعني اعطفوا علينا باللي كان بيدنا، أموالنا اللي عفناها لكم اعطونا من عندها شوية، بالتي كان أو بالذي كان في أيدينا، والويل والحساب علينا. يقول احنا انطيناكم الفلوس، خلينا لكم هالأملاك، وحسابها احنا لازم نتحاسب عليها، بس انتوا جاي تنعمون بيها. اعطفوا علينا بدرهم، اسمعوا إخواني، اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف خبزة أو بكسوة يكسوكم الله من لباس الجنة. يا جماعة شوية فكروا بينا، شوية انطوا عنا، اذكرونا، انطوا شربة مي، قولوا هذه بثواب أبوي، وزع لك كيلو
ما أدري تمر قول هاي بثواب والدتي، فشيء يوصل لنا. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وبكينا معه، الأصحاب يقولوا بكينا. ثم قال صلى الله عليه وآله: أولئك إخوانكم في الدين، فصاروا ترابا رميما بعد السرور والنعيم. ذول بعد ما حد لهم، فينادون بالويل والثبور على أنفسهم. يعني ذول آبائنا وأمهاتنا يدعون على نفسهم، يقول إحنا شقد ظلمنا أنفسنا، شقد إحنا قصرنا، ما صرفنا الفلوس لنفسنا، ما سوينا خيرات لنفسنا، خلينا فلوسنا لأولادنا. فيدعون على أنفسهم بالثبور، بالويل والثبور، ويقولون: يا ويلنا لو أنفقنا ما كان في أيدينا في طاعة الله ورضائه ما كنا نحتاج إليكم. أنتوا أولادنا، إحنا نتأسف أنه إحنا ما تصرفنا تصرف صحيح، وصرنا نحتاجكم، نحتاج صدقاتكم. فيرجعون بحسرة وندامة وينادون: أسرعوا صدقة الأموات. في واقع الحال إخواني، هذه الرواية وكثير من الروايات الأخرى تشير إلى أن الموتى بحاجة إلى صلة، مثل ذاك السجين اللي يفرح لما أهله يجون ينطوه. فأنا أقترح، وهذا الاقتراح إن شاء الله تعالى يفيد، أنه تعالوا أنتوا كعشيرة، كعائلة، كقبيلة، تعالوا سهولكم جمعية، سهولكم جمعية، قولوا يا جماعة كل واحد يدفع له 2000 دينار، كل واحد 3000 دينار. زين، هات 3000 دينار، 2000 دينار، تجمعوها تصير فد 200-300 ألف دينار مثلا بالأسبوع. بالأسبوع، بالأسبوع 2000 دينار مو هواية. احنا أرصدة وما أدري إيش وإنترنت نصرف بالآلاف. 2000 دينار بالأسبوع نجمعها بيناتنا وتصير فلوس، وكل جمعة نكلف واحد، نكلف واحد اثنين من العشيرة من العائلة: تعال يا جماعة هالأسبوع سووا لكم وجبة وروحوا وزعوها على بيوت الفقراء بنية شنو؟ بنية موتانا. يعني كلكم أنتوا تقعدون كتبوا، كتبوا موتاكم، كم واحد هذا عنده موتى، هذا عنده موتى، هذا عنده موتى، فد 200-300 ميت، كم ميت؟ أي نعم 300 ميت، 400 ميت، مو مهم، كتبوا قائمة، قائمة كلها كتبوها، وجمعوا هاي الفلوس الأسبوعية، جمعوها وخلوا لكم 2-3 ناس نظيفين مؤتمنين يقوموا بهذا العمل. فد أسبوع يسووا لكم وجبة بسيطة توزعوها على الفقراء بنية هالقائمة هاي، بنية ال400 نفر، بنية ال400 نفر. فد أسبوع وجبة أكل، فد أسبوع طبقة بيض، فد أسبوع مثلا دجاجة، فد أسبوع مثلا مولانا شوية فاكهة. كل أمر يمكن الإنسان أن يقوم به ولو شيئا يسيرا، صدقوني وثقوا أنه ستكون هناك آثار كبيرة في حياتنا. أي نعم حياتنا، غير الموتى، الموتى راح يرتاحون، الموتى راح يتنعمون، يتنعمون بهالصلة، يتنعمون بهاي الصدقة، ولكن إحنا أيضا راح نتنعم بمن؟ بالآثار المعنوية. أنا لما أبوي أبره، والدتي أبرها، أبرها بعد موتهم بالصدقة وبالصلة وبالخيرات، تأثر على نفسيتي وعلى توفيقات الله وعلى البركة في حياتي. أولادي راح يتعلمون، أولادي راح يتعلمون إذا أنا متت يسوون هذا العمل. هذا كله في الواقع يحتاج إلى شوي أن نفكر، لا نغفل عنهم. هواي صرفوا طاقاتهم، صرفوا أعمارهم، صرفوا فلوسهم، صرفوا راحتهم في سبيلنا. وأنا بيني ما بين الله، هم قلتها كم مرة، أنا ناوي كل عمل اللي أقوم به، كل عمل، هذا البرنامج وغير البرامج الأخرى، حتى تدريسي بالحوزة، أنه هذا ثواب لوالدي، ثواب لموتاي ووالدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بارين،
وذاكرين لموتانا وأن لا ننساهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة. نعم، عندي متصل، تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بالنسبة لمهر البنية، من اللي يتحكم به؟ يعني الوالد أو البنت هي المخطوبة؟ لأن مرات الوالد يأخذ من المهر ويقول حق ترباط وتعبي، يعني هل هذا يصير؟ هذا الشيء يجوز يعني؟ سؤال السائلة مو واضح، يعني تقول أنه من هو المسؤول عن البنت؟ شنو يعني مسؤول عن البنت في مسألة المهر يعني؟ خير إن شاء الله. نعم، حسن، تفضل. حسن، تفضل. أخ حسن، قطع اتصال حسن. نعم، الأخت الكريمة تقول أنه أبناتنا من المسؤول عنهن؟ الأب هو المسؤول، الأم شنو يعني؟ ومهرها المن؟ أولا إخواني، البنت وليها والدها، ولي النكاح. طبعا ولي النكاح يعني إذا أرادت أن تتزوج لابد من إذن الوالد، والوالدة محترمة والوالدة مقدرة، ولكن ولاية البنت بيد الوالد في نكاحها وفي زواجها. أما المهر، طبيعة الحال المهر هي للبنت، يعني للفتاة، هي في الواقع يعطى المهر لها مو لأبوها. أبوها شنو دخل بالمهر؟ مهر بنته، هي جاي تتزوج، هي جاي تنطي نفسها، هي جاي في الواقع تمكن من نفسها، فالمهر لها. فلذلك الآن العرف شو يسوون للمهر؟ يشترون إلها أثاث وغرفة نوم وذهب وكذا حتى تعيش عيشة سعيدة مع زوجها. فالمهر للبنت وليس للأب، وما يحق للأب أن يستولي على المهر بدون إذن بنته. نعم، بدون إذن بنته ما يصير أن يستولي على المهر. فلذلك لا الأم ولا الأب يستولون على المهر، المهر لنفس البنت التي هي تعطي من نفسها وتمكن نفسها لزوجها. نعم. نعم، تفضلوا. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. سيد، أني مصادق من الكوت. والدتي مطلوبة صيام 40 سنة لأسباب، فتريد حقها من الورث الثمن من البيت مال والدي، تقول بعد وفاتي تنطوني الثمن سددون بي صيامي. إلها حق بالثمن بعد ما تتوفى؟ لو ما إلها حق يتوزع على الورثة، وهي هسه كاتبة وصية بهالشي، جايبة وصية وكاتبة بها إنه أنتو سددون بصيامي بعد وفاتي بالثمن حقي. أشكرك سيد. واضح. في الواقع هذا السؤال مهم، أنه الوالدة الآن موجودة وزوجها متوفي، يعني المرأة موجودة وزوجها متوفي، فهي عندها حق في أملاك زوجها بمقدار الثمن، بمقدار الثمن لها حق. زين، هذا الحق اللي عندها الآن تقدر تأخذه، الآن تقدر تأخذه وتملك لها. وإذا ما أخذته يبقى وين؟ يبقى ما بعد موتها. تقول أنا الحق اللي إلي من زوجي أنتوا انطوا عني صوم اللي أنا 40 سنة ما صايمة. بس أنا ما يهمني ليش ما صامت وشون ليش ما صامت وشون اللي عليها، مو هذه مو مسألة بينها وبين الله، وإلها أحكام معينة. بس في مسألة وصيتها، أنها توصي كل الإرث اللي أنا ورثته من زوجي، من زوجها، الإرث اللي ورثته من زوجي انطوا شنو للصوم. هذا ما يحق لها. ليش ما يحق لها؟ لأن هي الآن ترث من زوجها الثمن، ولما توصي فلما تموت هذا الثمن يصير شنو؟ هذا الثمن يصير إرثها هي، ورثته من زوجها، ولكن بعد ما تموت يصير إرث لأولادها. أولادها يقدرون شو يقولون؟ يقول والله إحنا ما نسمح كل الثمن
ينصرف للصوم والصلاة. احنا نسمح بمقدار ثلث الثمن. ثلث الثمن يعني ما أخذته من زوجها ثلثه فقط ننطيه. ليش؟ لأنه ما تركه الميت، ما يتركه الميت فثلثه له، أما ما زاد على الثلث يحتاج إلى رضا أولاده، رضا الورثة. فأنا أنصحها الأخت الكريمة، أنصحها قبل ما تتوفى، هاي الأموال الآن تتصرف فيها، الآن تتصرف فيها، وعلى أي حال تعطيها كفارات، لأن هي عليها كفارات، ما صايم 40 سنة بدون عذر، تعطي كفارات، تعطي رد مظالم، تعطي مسائلها، لأن إذا الآن هي ما تنطيها بعدين أولادها قد ما يسامحون، قد يقولوا إحنا ما نمشي الوصية مثل ما أمنا تريد. فالآن هي تتصرف بإرثها الذي ورثته من زوجها قبل أن تموت خير من أن تجعله بعد وفاتها. بعد الوفاة هي توصي صوم عني أو ادفعوا صوم عني، توصي، ولكن على أي حال قد الوصية تنفذ أو لا تنفذ، المهم أنه في حياتها تقوم بهذا العمل أفضل. أم حسن تفضلي. ألو مولانا. تفضلي أم حسن. مولانا زوج لا يفقع ولا يفقي محاجات. صوت مو واضح أم حسن، صوت مو واضح. زوجي زوجي. إيش في زوجك؟ لا يشترينا، لا يشتها، لا يجيبنا البيت، ما لك شغلات البيت. إلى أن دخل لي، أن دخل لي مرة حاجة واحدة يجيبها لنا. يصير أقول له مثلا بهكذا الحاجة هاي، واخذ له حاجه اشتري له غيرها من البيت، جايز وحلال حرام هاي الشيء. شنو سؤالك؟ انه تاخذين فلوس من عنده؟ اخذ له حاجه اقول له هاي مثل كاونتر مثلا، اقول له بهذا الشيء فرشه مثلا ب90 واقول له 100 واشتري غيرها حاجه للبيت، هل يجوز؟ لا. واضح، حياك الله، حياك. مشتاق تفضل. مشتاق السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل حبيبي. مشتاق جاء تسمع التلفزيون؟ مشتاق تسمع التلفزيون؟ السلام عليكم سيدنا. لا رجاء اسمعني من التليفون، بعد ما اكرر انا كل ساعة معاكم هذا الكلام. السلام عليكم سيدنا. اسمعني من التليفون، اترك التلفزيون يلا حتى اتواصل وياك. اسمعني من التليفون. 4 مرات تسلم يعني شنو؟ يعني ما جاء تسمع كلامي لأن تسمع التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. إخواني لا تستمعوا إلى التلفزيون، كونوا معي بالتليفون فقط، لأن بالتلفزيون راح تنشغلون وراح يوصل الكلام متأخر. نعم الأخت أم حسن تقول زوجي ما يصرف على البيت وما يتعامل معانا بشكل صحيح، هل يجوز لي أن أبيع أشياء يشتريها للبيت وما إن حاجة بيها، أبيعها أشتري حاجات أخرى؟ ما يجوز لك يا أم حسن، هاي أمور البيت مال الزوج، الزوج هو يشتريها هو مسؤول عنها، أما أنت تروحين تبيعيها وتستبدليها بأشياء أخرى هذا ما يصير. تقولين ما جاي يصرف علينا، طالبي بالنفقة، طالبي بالنفقة وقولي انفق علينا. ما أدري واقع الحال، لازم أسمع زوجك أنه هو جاي يصرف أو أنت تطلبين أكثر من اللازم، أنا ما أدري. بس عموما لا يجوز لك التصرف في أموال البيت، حتى البصل، حتى الطماطة، حتى البطاطا، ما يصح لك أن تطي لجيران، تطي لأحد إلا بإذن الزوج. يعني أنا إذا تصدق وإذا أطي شيء إلى بيت أهلي وبيت جيراني وبيت أصدقائي ما يصح، حتى لو كان ملعقة سكر إلا بإذن الزوج، لأنه هذه أملاك الزوج. نعم مشتاق تفضل. مشتاق إذا تسمع من التليفون تفضل، إذا من التلفزيون خلينا هذا سؤال. هذا سيدي تفضل. عيني مشكور. تفضل. زين عندك بصمة؟ انطينا بصمة، انطينا بصمة يا اخي. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام. عندي قضية اطرحها.
ونحب نسمع نصيحتكم بها. عندي بنتي متزوجة منذ سنوات وعندها أطفال وعازلة عن عيالها، علاقتها طيبة بعيالها، لكن عندها عمتها تجرحها بالكلام من النوع اللي يعني حسب مصطلحنا الذبحكي، تجرح الواحد بالكلام، هكذا طبيعتها. بعد يعني مع النصح أيضا نصحوها، يعني نصحوها بعض الناس لكن ما يفيد إياها. فهي مع العلم هي ابنتي خادمتهم وقاضية المحاجاتهم وزوجها أيضا، من النوع اللي شايف واجبه ويا أهله ويا والديه يقضي لهم حاجاتهم. فتقول هذه العمة تسبب لي الأذية في الكلام، تجرحني. فتقول أني إذا زوجي يروح الأهل ذول أهله ومن حقهم عليه، لكن أني هل أستطيع أن أخفف روحاتي؟ مو أقطع الدورة، أخفف روحاتي، أقللها بحيث يعني حتى لا تأذيني هاي العمة بكلامها. يعني هل لا يعتبر؟ واضح واضح، حياكم الله. أنا أعتقد هاي البصمة سامعها قبل، يعني بس هنانة مكان آخر ما أدري. هاي البصمة سامعها أنه امرأة يعني تذكر مشكلة بيتها، أنه بيتها مع أم زوجها شوي عندها مشكلة، والآن هم عازلين يعني البنت مكان وأم وعيالها مكان آخر، ولكن تقول أنه إذا ألتقي بعمتي أم زوجي تحرجني تأذيني بكلمات جارحة، فأنا أريد أن يعني أريد أقلل من ذهابي إليها. ابنهم خلي يروح، زوجي خلي يروح لأهله، بس أنا مو بالضرورة دائما أروح، أقلل. فأكو مشكلة؟ لا لا إشكال في ذلك. الإنسان على أي حال صلة الرحم واجبة، صلة الرحم. عيالك ما أدري دول رحم لو مو رحم، يعني بيت عمك خالك ما أدري، إذا غربة خمو رحم، إذا غربة العيال إذا غرباء مو من الأعمام والخالات والأخوال والعمات، ذولا مو رحم، ولا يصدق فيه صلة الرحم، ولا يجب عليك أن ماذا تصلي. ولكن الأفضل أنه ولو بالشهر مرة، بالشهر مرة ترحين، من باب أنه حتى لا تصير قطيعة. وإذا كانوا أرحام الرحم مو إلا واحد يقوم يروح، حتى بالتليفون حتى بالرسالة، فيمكن الإنسان أن يخفف على نفسه المشاكل والإحراجات ولو بتقليل الذهاب وتقليل الزيارات، ولكن أن لا تصبح ماذا قطيعة. نعم تفضلوا. ألو السلام عليكم سيدنا. السلام سيدنا، إذا بدينا نقب صوت التوبة نقرها بلا بسملة، بس إذا وصلت للنص وقطعت وشوية جات عبد كمل قاية أبسم الله وقبل أقرها بلا بسملة. سورة التوبة من السور اللي ما بيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني نتكلم عن الرحمة والرحمانية الإلهية والرحيمية الإلهية، يعني عن الرحمة. بس سورة التوبة هي كلها عذاب، كلها نزاع، كلها براءة، براءة من الله من بدايتها، يقول إحنا مو ياكم. لذلك سورة براءة سورة تبري من أعداء الله والمشركين والكفار والمنافقين، فما كبيها بسم الله الرحمن الرحيم. فالأخت تقول أنا أقرأ سورة براءة سورة التوبة. سورة براءة سورة التوبة اسمين لنفس السورة. تقول أنا أقرأها بس أقطعها وأروح أسوي شغلة وأرجع أقول بسم الله؟ لا لا تقولي بسم الله، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت تعوذين بالله من الشيطان الرجيم وتقرأين بسملة خما بيها، لذلك أن نتعوذ فقط. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي مشكلة. نعم. أنا دائما أطرح وصعوبة يصير عند الأطفال، كل 7 سنوات كل 6 سنوات كل 3 سنوات وطفل أطرح وطفل يصير إلي. جبت 3 بنات وبعدين جبت ولد معوق، من شدة التعيير يعني يعيرني، أكو 2 يعني يحبلن ويجيبن ويعيرني، 2 حوامل وعيرني. فأنا ابتليت يعني حسدتهم وتمنيت يعني يوقع الأطفال لبطنهم، وبعدين 2 انطرحن
بعدين تندمت قلت هسه انه يعني ما يستاهل يعني انا اغضب رب العالمين على موتهن الله يجازيهم. زين انا الحكم شنو علي يعني حكم علي مثلا انطدية لهم الاستغفار التوبة شنو الحكم علي؟ نعم سيد حسين تفضل. سيد حسين جاي يسمع التلفزيون. سيد حسين الله يحفظه جاي يسمع التلفزيون وبعد ما سامع كلامي ولذلك مشغول. سيد حسين اسمعني من التليفون يا أخي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، من التليفون اسمعني فقط. السلام عليكم سيدنا. أخي الكريم رجاء ابتعد عن التلفزيون رجاء رجاء. أخ علي خلي فقط بصمات الله يخليك، اترك التليفون، هذول الإخوان يعني يزعجوني جدا، يقعد أمام التلفزيون يدي يسمع صوته ويدي يسمع كذا. أخي بيني وبينك 9 ثواني، 9 ثواني يعني من تتكلم أنت بعد 9 ثواني تسمع صوتك بالتلفزيون. ما يصير هذا، تقعد أنت تريد تسمع صوتك بالتلفزيون وتسبب لي إشكالي. أطلع برا، روح بالحديقة برا الغرفة واتكلم معاي، والتلفزيون خلي العائلة يشوفون يسمعون صوتك رجاء. هذه لا يعني تحرجون فيه. أبو عباس تفضل. ألو. حياك الله أبو عباس تفضل. ها أبو عباس تفضل. شنو يسمع وين؟ تسمعني أبو عباس لو تسمع البرنامج؟ اترك الرجاء هذا، ما عندي هم، وقتنا ما بقى، فخلي بالش اسمه بالبصمات. هذه البصمة اللي الآن جتني تقول أكو مشكلة عندي، وهي أنه أنا كثيرة الإسقاط، يعني يصير عندي حمل وأسقط، يصير عندي حمل وأسقط. الصعوبة ولدت 3 بنات، ولد معوق. يقول تقول أنه أكو من العائلة يعيروني، أنت على حال مو مالة حمل، وأنت مو مالة ولادة، وأنت كذا، وأنت مو طبيعية، يعيروني بأن أنا ما عندي أولاد. فتقول أنا تأذيت، ذول اللي يعيروني حملا صار عندهم حمل، وتمنيت أن يسقط حملهن، تمنت أن يسقط حملهن حتى تشفى، يعني تشفي يصير عندها. تقول أنا يعني تندمت على هالتمني، وهن أسقطا يعني أسقطا. فتقول علي شيء؟ الجواب لا، ليس عليك شيء، بس مو لطيفة الإنسان يتمنى للآخرين المشكلة، يتمنى للآخرين المصيبة، يتمنى للآخرين الفشل، هذا مو زين، يعني أخلاقيا مو زين، أخلاقيا أدبيا مو زين. أما عليش دية؟ لا، أنت شنو، ليس عليك دية، لا دية ولا هم يحزنون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر إليك وأن يرزقك سعة صدر، ولا تكوني إنسان على حال حقودة، قل يا ربي على حال ارزقني الرحمة، ارزقني سعة الصدر، ارزقني على حال بصيرة، أن لا أكون إنسان انتقامية حسودة. هذه أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. أما دي عليك؟ لا، ليس عليك دي. أبو عباس تفضل. أبو عباس تفضل. أبو حسين قلت لك أنه اترك الاتصالات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا العزيز، حياكم. أنا مطلوب صيام. مطلوب صيام؟ صيام وصلاة عدة سنوات، من حسبتها أنه أنا من سن الرشد أو سن 3 متوسط إلى أن بديت أصلي وأصوم، حسبتها 6 سنوات، كملت الصلاة القضاء، صمت 2 شهر لحد الآن، بقن علي 4 أشهر صيام. ما أعرف إيش قد الكفارة علي، كفارة هذا الصيام عن اليوم الواحد، علما أنه أنا مو من يعني شو أقول، شلون مثلا جاهل بالحكم أو فرد شيء، أنا
كنت شاب صغير والمجتمع المحيط بيه الشباب ما كانوا يصومون أو يصلون. الوالد الله يرحمه كان هو الوحيد بالمنطقة هو اللي يصوم ويصلي. وبعدين الحمد لله والشكر أنا حاليا أصوم وأصلي والأمور ماشية. بس بقت هاي الكفارة إيش قد عن كل يوم أدفع. جيد. الأخ الكريم سمعت قصته في فترة بلوغه 6 سنوات ما مصلي ولا صايم، وقضى صلاته، يقول صلاتي قضيتها الحمد لله. بقى الصوم، يقول أنا شهرين صمت يعني مال سنتين صام، بقى 4 سنوات يعني 4 أشهر لازم يصومهن. يقول شنو اللي علي؟ اللي عليك أخي الكريم 3 أمور. الأمر الأول الاستغفار، تستغفر الله لأن أنت عصيته ما صمت أيام شباب ومراهق أو كذا، صحيح هذا مو مبرر، هذا عصيان، وعصيان الله يحتاج إلى توبة. أول استغفار، ثانيا القضاء اللي أنت جاي تقضي الحمد لله، والشتاء مخوش فصل للقضاء الصوم. وأنا أنصح الأخوة اللي عليهم قضاء صوم الآن يعني الشهور القادمة، الجو جيد، النهار قصير، العطش قليل، فحاولوا أن تصوموا ما عليكم من القضاء. فالقضاء هذا لازم تكمله. والأمر الثالث الكفارة، الكفارة يعني عن كل يوم إطعام 60 مسكين، عن كل يوم إطعام 60 مسكين. يعني شنو؟ يعني أن تنطي كيس طحين، كيس طحين إلى مكتب المرجع أو إلى الوكيل، قل يا أبا هذا كيس واحد مال يوم واحد، كيس واحد مال يوم واحد، هم يقسموه إلى 60 وجبة، يوزعوه على 60 مسكين. واضح حبيبي؟ فأنت تقول 6 سنوات يعني 6 أشهر، 6 أشهر في 30 يوم 180 يوم، وكيلو لا 180 يوم، 180 يوم يعني 180 كيس طحين. تقول أوه سيدة كثير، هذا كثير ما أقدر. بالتدريج بالتدريج منا إلى أن تتوفى أنطي شوي شوي كفاراتك، أنطيها، أعطي كفاراتك إلى المساكين، وزعها كملها حتى تبري ذمتك. نعم متصل. نعم تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. إحدى الأخوان يسأل على كفارة المتعمد يوم واحد، يقول لا أقدر أصوم شهرين ولا أقدر يعني أعرف وين أنقذ 60 مسكين أطعمهم وين ألقاهم، ما أعرف شلون يصير ينطي فلوس مثلا. زين إذا ينطي فلوس ينطي الشخص واحد، ينطي يعني عدة أشخاص، أو يسوق يعني بهاي 25 أو بهذا المبلغ مال الفلوس يسوق لأي عائلة يعني تستحق، ممكن تفاصيل هاي المسألة جزاكم الله ألف خير. في الواقع أختي الكريمة الآن أجبت على البصمة السابقة، أنه الكفارة لو صيام شهرين متتابعين وصعب، يقول واحد صعب علي عن كل يوم أصوم شهرين، الله سبحانه وتعالى جعل خيار ثاني، لو صومون شهرين متتابعين لو تطعمون 60 مسكين. اطعام 60 مسكين سهل، نشتري كيس طحين نقسمه كل قسم 750 غرام، 750 غرام 3/4 الكيلو، 3/4 الكيلو 3/4 الكيلو 3/4 الكيلو 3/4 الكيلو 3/4 الكيلو الى شقد 60 كيس، تقريبا يصير 45 كيلو. واضح؟ هذه نوزعها على منو؟ نوزعها على 60 واحد، يعني واحد واحد. شلون واحد واحد؟ عائلة بها 10 نفرات نعطيهم 10 وجبات، عائلة بها 5 نعطيهم 5، ما يصير العائلة نعطيها أكثر من عددها، إلا إذا كان عنده واحد أيام كثيرة ما صايمها، يعني كفارة أيام متعددة أقدر كلها أنطيها مال مثلا مال شهر كامل أنطيها الواحد. ليش؟ لأن هذه إطعامات لأيام مختلفة. أما كفارة يوم واحد ما يصير أكررها لمسكين واحد، وإنما كل مسكين إطعام، وما يصير تشترون حاجة، وما يصير تشترون ما أدري وجبة، ما يصير.
هذا إطعام 60 مسكين، وإطعام 60 مسكين يقول ما أعرف شو أسوي، أنطيه للوكيل، أعطيه المكتب المرجع، قولي لهم يا أبا هذه كفارة إفطار متعمد، هم يعرفون شو يسوون، هم مسؤولين عن هالشغلة. أم سجاد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ولدي بالبيت عازين. نعم. ولدي بالبيت وياي عازين، كل من بحديث. ولدك؟ ولدي عازين. عازلين في البيت، إيه؟ كل من بحديث. إيه؟ تطلب نسوانهم من عند بصراخ ومرافشي، هل حلال حرام غير الزوجة فيهم؟ تاخذين من عندهم لو تنطيهم؟ لا أعطيهم، يطلبون نسوانهم تطلبني. يعني تشناتك يطلبن بصل وبوتيتا وطماطم وتعطيهم انت؟ اي هل جايز من يحتاج مثل مره هيك؟ اي زوجك يقبل؟ انا هو ما يقبل، بس انا ما قايلت له هل يصير او ما يصير. زوجك ما يقبل؟ هو اللي بظنك انا ما يقبل، بس انا ما سالته. واضح، حياك الله، حياك. الله والديك. الآن بينت أم سجاد، الآن أنا بينت أنه ما يصير وحدة تنطي من البيت شيء بدون إذن زوجها. تقول سيدنا خو ابننا، خو الأبو ما جاي يقبل، الأبو يقول يا أبا هم عازلين، هم عندهم شغل، هم عندهم مكسب، خليهم ما يديرون بالهم. أنا ما أسمح لك أنت تنطي من البيت، ما يجوز. إلا ما تستأذنين. تقول حجي أنا على حال جتي شنتك فلانة رادت فرد كم راس بصل طيتها، إذا قبل جيد، أما إذا ما يقبل ما يجوز. يا أخواني روايات شديدة عندنا، روايات شديدة اللهجة وشديدة اللحن، أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بدون إذن زوجها، ما يصير. ستقول هاي مو صدقة، حتى لو مو صدقة جاي تنطين، إعطاء الشيء للآخرين لابد من إذن صاحبه، وصاحبه زوجك. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. أنا شوية رجلي وتعبانة، من أصير زيانة أصلي بالقاع، بس من ما أصير شوية ما أقدر، قلبي ينقطع ورجلي توجعني، أصلي على الخشبة، هذا هم جائز لي يعني، أقدر أنا أمشي، أقدر أمشي، أقدر يعني أقعد، بس الصلاة ينقطع قلبي ورجلي كلش توجعني بالشديد القوي. الله صلى على الخشبة، هاي صلاتي شلون هي أعيدها أقضيها لو عدله؟ واضح. الأخت الكريم، نعم أبو تحسين تفضل. نعم تفضلوا. شنو أكو مشكلة بال أكو مشكلة بالتليفونات والاتصالات؟ أبو تحسين تفضل. نعم. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أنا عندي والد متوفي وأمي توفية. نعم. وأنا الله يرحم المطلوبين، شلون أنا يعني مثلا أصوم لهم، أخذ واحد يعني أدفع فلوس وأصوم لهم؟ والديك 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 مطلوبين صلاة وصوم، شنو؟ ها جاي يسمع التلفزيون. زين عيفة الآن بعدين نشوف شنو جاوبه. زين الأخ الأخت تقول أنه أنا رجلي تعبانة، وبعض الأحيان أصلي على الكرسي وبعض الأحيان أصلي بشكل طبيعي. أختي الكريمة، أختي الكريمة، الإنسان متى ما كان قادر على أن يصلي بشكل كامل، قيام وقعود ركوع وسجود، ما يصير يصلي على الكرسي. الصلاة على الكرسي حال الاضطرار فقط، حال الاضطرار مضطر. أما إذا أنا أقدر، هو والله الآن رجلي توجعني، استريحي في ساعتين، استريحي في ساعتين بعدين قوم صلي، بعدين قوم صلي، ولو شوية تأخرين صلاتك مو مشكلة. أن تأخرين صلاتك وتصليها بشكل كامل أفضل من أن تصلين أول الوقت وعلى كرسي، ما يصير، لأنه الوقت واسع، الوقت متسع، فلابد أنه أنت تشوفين وقت اللي صحتك زينة ورجليك تسمح لك أن تصلين بشكل كامل،
فلا يجوز لك أن تصلي على الكرسي. أبو زينب تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا شلون صحة؟ حياكم الله. لكم الدعاء. سلمكم الله. مولانا أبي أسألك سؤال. نعم. أبو زينب صوتك راح. صوتك مو واضح. صوتك مو واضح أخي. بالصلاة أصلي. يجيني الوسواس. حلو. صوته مو واضح لا أخو زينب. يعني عقلي يروح. يخليه يحكي بالأربيس، خليه يسمع بالأربيس أحسن. سامح لي. شلون بالله كرر سؤالك أبو زينب؟ من أصلي يعني تجيني في الأمور براسي يعني. أي شنو الأمور؟ يعني السب وشتم يعني وكفران؟ بالمستقبل أفكر، ما أدري ما أقدر على السيطرة. بس السجود وركوعي لا مضبوطة، بس أنا أقول لك هذا الوسواس يشغل بالي. فلا أنا أسمع على هذا. واضح يا أبو زينب، حياك الله حبيبي. أبو تحسين إجاني تليفونه بس ما كمل، يعني يظهر أنه ما قدر يكمل سؤاله. يقول والدي مطلوبين صلاة وصوم، أنا شون اللي أسوي؟ على أي حال أخي، إما أنت تقوم بهذه الأمور، وإما أن تعطي فلوس للآخرين أن يصلوا عن والدك ووالدتك، وبإجارة تعطيهم فلوس وناس تطمئن إلهم، أو تجي إلى الحوزة تعطيها إلى المكتب المرجع أو وكيل المرجع أنه يشوف ناس يوثق بهم بطهارتهم بوضوئهم بغسلهم بصلاتهم، ننطيهم فلوس حتى يصلون عن المرحومين. أبو زينب يقول أنا بالصلاة تجيني أفكار وتجيني قضايا وحسبات، وأفكر في أمور الدنيا وأفكر في أمور المستقبل، وهذه شنو اللي أسوي أنا مع أنه صلاتي ركوعي سجودي مضبوط، ولكن هل أنا أؤثم على ذلك؟ شوف أخي، الصلاة في واقع الحال الطمأنينة واجبة، إنسان يكون أعماله بطمأنينة، وشيء آخر أن تكون بخشوع، يعني أن تكون صلاتك بالك كله مشغول وذهنك كله مشغول، هذا خلاف حضور القلب. حضور القلب والخشوع من الأمور المهمة في الصلاة. الآن أنت آثم؟ لا مو آثم، ولكن عود نفسك أنه في وقت الصلاة لا تفكر في شيء غير الصلاة. تقول شلون سيدنا؟ مو بيدي أنا. أنا راح أبين لك في الطريقة عسى ولعل تفيدك يا أبا زينب. طريقة هذه، أنت قبل الصلاة لما تتوضأ ابتعد عن كل شيء يشغلك، تلفزيون، أفلام، موبايل، ابتعد عنه ولو ليه 10 دقائق. ابتعد عن التلفزيون والأفلام والما أدري الموبايل والأولاد اللي يشغلوك، ابتعد. اقعد على السجادة 10 دقائق، اقعد على السجادة، فكر في عملك، فكر في صلاتك، فكر في آخرتك. هذا يخليك تبتعد عن التفكير في أشياء تشغلك. بعدين لما تقوم تصلي خلي بالك أو نظرك إلى التربة، مو تواقف قدام التلفزيون وشاهد التلفزيون أو أولادك قاعدين يسولفون أنت تسمع حكاياتهم، لا، في مكان معزول في الغرفة وحدك وتنظر إلى التربة، ولما تقرأ تفكر إيش جاي تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أفكر إيش جاي أقول. الحمد لله رب العالمين، أنا أفكر بالكلمات. هذا راح يبعدك عن التشويش، يبعدك عن التفكير البعيد عن الصلاة، يخلي قلبك أكثر حاضر ويخشع إن شاء الله تعالى. نعم، عندي وقت لو انتهى. حياكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا. إخواني يوميا الآن يسقطون شهداء، أمس 3 من الأخوة المجاهدين سقطوا في معاركهم في على حال في مواقعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم مع
محمد وآل محمد، وأن يعافي جرحانا، ولا تنسون والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.